أنا معايا زعيم حزب غاد الثورة والمرشح الرئاسي السابق على التليفون دكتور أيمن نور. دكتور أيمن نور مساء الخير يا فندم. مساء النور يا أستاذ محمد. دكتور أيمن نور كنا لسه بنتكلم، تحياتي أنا الأول وتحياتي الدكتور سيف عبد الفتاح والدكتور عصام عبد الشافي، كنا لسه بنسأل بنتكلم مع الأساتذة على إن نظام عبد الناصر سمح بعمل أو إقامة جنازة لمصطفى النحاس، ولكن هذا النظام لم يسمح ولن يسمح كما تؤكد الأخبار بعمل أو إقامة جنازة وصلاة جنازة صلاة ميت يعني على الرئيس محمد مرسي. كيف ترى هذه المفارقة؟ شوف، هو الحقيقة الأنظمة الاستبدادية تخشى من الشخصيات ذات الملامح القيادية مثل الدكتور مرسي ومثل مصطفى النحاس. نظام عبد الناصر راهن ان 18 سنة اخفى فيهم مصطفى النحاس كانت كفيلة ان ينسى الناس، لكن الحقيقة كان موقف الناس عظيم ان الناس خرجت في جنازة شعبية هي الاكبر في تاريخ مصر، وكانت هذه الجنازة صدمة لنظام عبد الناصر ان زعيم بقيمة ونقاء النحاس لم يغيب عن ذاكرة الناس. وانا بقول وبدعو وبتمنى ان يدعو كل المتفقين مع الدكتور محمد مرسي وحتى المختلفين معاه يدعو لجنازة شعبية عظيمة بقدر وقيمة وقامة الدكتور محمد مرسي. هذا الرجل مات واقفا، هذا الرجل مات صامدا، وهذا الموقف يستدعي من الجميع أن يساند حق هذا الرجل في أن يحصل على حقه الذي لم يحصل عليه حيا، أن يحصل عليه بعد وفاته. هذا الرجل يستحق جنازة شعبية وجنازة رسمية لأنه أول رئيس مصري منتخب انتخابا ديمقراطيا. دكتور محمد مرسي قيمة كبيرة جدا، صموده الذي تحقق خلال 6 سنوات الحقيقة يعني يؤكد أن هذا الرجل يستحق منا جميعا موقف يتناسب مع قيمته ويتناسب مع ما تعرض لي، لأن أنا من المؤمنين أن هذا الرجل قتل، قتل عمدا ولو ببطء ولو بامتناع عن حقه في العلاج وحقه في الزيارة وحقه في الحياة. دكتور محمد مرسي الحقيقة دمه في رقبة عبد الفتاح السيسي ونظام السيسي المسؤول عن حياته. الدكتور مرسي اللي نبه القاضي يوم 7 مايو ودعاه إلى أن ينظر في حالته وأنه يتعرض لخطر يهدد حياته ولم يلتفت القاضي، دم الدكتور مرسي في رقبة هذا القاضي أيضا. أنا بقول الدكتور مرسي شهيد، الدكتور مرسي قتل عمدا، حق الدكتور مرسي سيعود وسيرد له عن قريب إن شاء الله. دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمرشح السابق، بشكر حضرتك جداً.